نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال كلامنا عن أسباب حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه أن يرزقناها أجمعين. ذكرت لكم أن من أسبابها التوحيد، لا إله إلا الله، وذكرت لكم أن من أسبابها التقوى، وأذكر لكم اليوم من أسبابها الاستقامة. اسمعوا قول ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فحسن الخاتمة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن يقول ربنا أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لهذا تفهمون لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سفيان الثقفي إلى هذا. روى مسلم في الصحيح عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. شي حاجة إلى شديتها ما بقيش تحتاج لسول شي حد أبدا، شي حاجة تكون سهلة نعقل عليها نحفظها نعرفها. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هي هذه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. إذا قلت آمنت بالله ثم استقمت تبشر بالخير، الملائكة تبشر. هذا يسمي العلماء آية البشارة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قالوا ربنا الله، ربنا هذه ربنا الله، ربنا معرفة بالإضافة، الله أعرف المعارف كما يقول سيبويه، مبتدا معرفة والخبر معرفة معنيتها. انتم دابا هادشي احنا كاع الذين العربية ليست لغة امهاتنا لا نفهم الحصر فيه. شنو معنيت هذا؟ شنو معنيت ربنا الله؟ معناها العربي لما يسمع ربنا الله كيفهم؟ ربنا الذي لا رب لنا سواه هو الله. قالوا ربنا الله، اقروا لربهم بأنه ربهم الوحيد، لا رب لهم غيره، لا إله لهم سواه، وتبرؤوا من كل معبود. لا تظنونتم أن المعبود الشرك هو خصك دير صنم ودير بحال هكا وتديروا الجاهلية، هذا اللات وهذا العزى. كل ما يحب من دون الله كحب الله فهو ند أخذ مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ماشي ضروري يكون حجرة سميتها اللات، ماشي ضروري أي حاجة كتحبها بحال اللي خصك تحب غير سيدي ربي. ينبغي أن تبرأ منه ليتحقق فيك ربنا الله.
ثم استقاموا. هؤلاء جمع التوحيد الذي هو خلاصة العلم، وجمع الاستقامة التي هي خلاصة العمل. وهنا واحد القضية لا بد أن تنتبه إليها يا معشر المسلمين، هذه الاستقامة. قال لنا سيدي ربي هنا في الآية ثم استقاموا، وإنما قلناش كيفاش استقاموا، كيف استقاموا، ما صفة استقامتهم؟ لأن الاستقامة كل واحد كيفما تقول شي واحد فلان ترى خصك خصك تصلي خصك كذا، تقول لك سيدي أنا ما تنكل ديال الحد وما تنظلم الحد وما تندير الحد، هذا خير شنو هي الاستقامة عنده؟ هو داك الشيء تيقول، وهذيك هي الاستقامة عند ربي. ولا هذاك ها هو راه تيصلي وحدك، انا قلت لها راه فلان خصك دير الحجاب، قالت لي انا با فقيه، با الله يرحمه كان فقيه، شنو معناتها هذه؟ هذه الاستقامه عندها هي باها كان فقيه. ربي سبحانه لم يترك لنا ان نتصور الاستقامه كل بما يتصورها. هذا اش قال لنا سيدي ربي؟ قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وحنا مراه فاستقم كما امرت. هذه صفه الاستقامه، تستقيم على ما أراد الله كما أراد الله، لا كما أردت وسولت لك نفسك. واحد تيكون اليوم خارج طريق غدا تيستقم، تيولي استقامة عنده هو، هو يلبس مبهدل ويكون مبهدل ويقرع شعره ولا يربي شعره ولا وحده كانت. هذه استقامة كما يسولها لكم من؟ من قال لكم هذه استقامة؟ لكن تيكون مستقيم. ربي قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتغو. ما إيش علاقة بين تتغو استقيم؟ لماذا يعطف ربنا سبحانه النهي عن الطغيان على الأمر بالاستقامة؟ لأن الطغيان هو مجاوزة الحد، هو التعدي، هو الطغيان جاوز الحد. قالك سيدي ربي هنا أنت وصلتي لهنا أو أنت مشيتي هنا، هذا كله طغيان. علاش؟ لأنك لم تستقم كما أمرت. استقيموا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتغوا إنه بما تعملون بصير. شو التهديد في الخر غيشوف استقمت راتي شوف إنه بصير بما تعملون ليرى هل تعملوا كيف تعملون، هل تستقيمون كما أمرتم أم كما شئتم. الاستقامة إذا وما قالكش تستقيم فاش، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في ماذا؟ في مأمورات ربهم ومنهياته. قاعدك شيء اللي أمرك به تستقم، تستقم بالصلاة، تستقل الاستقامة في باب الصلاة، تصلي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بأن تراعي شروطها من ستر عوره. غير تيجي الصيف تيوليو الناس شحال الرجال تيصلي بشورت ركبتو كتبان، المراه تقدر تصلي دره لا دايرها قدام راسها كله باين، رجليها تقدر تصلي رجليها قصيره رجلها كاع عريانين، ليس هذا من استقامته في الصلاه، لا لا هو لها. او الحارس تيوري ولدو تيبلغ 7 سنين او بنتو تيخصو يصلي لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرهم بالصلاه وابنه 7 فتيبغي يستقموا في هذا الباب، ولكن ما تيحرش على الوضوء صافي دابا غير خلي غير المهم يصلي، راه دابا يتعلم الوضوء دابا من بعد واخا يصلي بالوضوء، هذا كله ينافي الاستقامه. الاستقامه في باب الصيام بان لا يدنسه بما يذهب اجره او ينقصه. الاستقامه في باب الزكاه بان تعطى كما أراد الله حين يريد الله. قال لك الله مر الحول وقال لك تخرج عندك الغنم ها القدر، عندك البقرة ها القدر، عندك التجارة ها القدر. أنا والله يا أيها الناس رأيت بعيني فلاحا هو تدخل الزرع دياله الناس حصدوا كل شيء، ربي تيقول وأتحقوا يوم حصاده مزيان، لكن طبعا يوم حصاده بعد تذريته وتنقيته باش يبقى غير الزرع غير القمح غير الحب، هو دار داكشي كله وتيدخل في المطامر وتيدير في خياشي اللي جا تيقول لولده دير لي واحد البالا دير لي جوج بالات. اين ربع العشر؟ اين ربع العشر؟ اين نصف العشر؟ اين العشر؟ فين هادشي؟ باش عرفتي راسك حنت خرجتي. ولا واحد يقول لك انا تنخرج الضرائب راه بحال الزكاه ولا راه فلاص الزكاه، هذا ليس بين الاستقامه.
استقامة في باب البيع والشراء، بأن يترك الغش والربا والحلف الكاذب والخداع والخلابة، الاستقامة في باب الإجارة، استأجرت بلومبي، استأجرت جليجي، استأجرت بناي، من غشو في إجارته ما يغشني في خدمتي. الاستقامة في باب النكاح، عندما تستحل الفروج بكلمة الله ينبغي أن يؤدى ما أمر الله، بل حتى في الطلاق الاستقامة في باب الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قل آمنت بالله ثم استقيم. قاعدك شي اللي ماشي تقول هذه شي بسمك، هذه قاع اللي قدرت على الاستقامة فيها ما تخليهاش، إنك لا تدري لعل استقامتك ها هنا هي ما يقودك إلى جنة رب العالمين. أقول ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. عباد الله، هذه الآية من أرجى الآيات أعظمها بشرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، الموت المصيبة، عند المصيبة العظمى يأس منك الأقربون، تشوفوا فكرة عارفين دابا أي تخرج الروح، دابا لا دابا خارج عاية غادية، وأنت تخاف لأنك ما تدري ما يكون إليك بعد موتك. في ذلك اللحظة تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخاف من الموت، ما تخاف من ضمة القبر، لا تخف من وحشته ولا من ظلمته ولا من وحدتك فيه، ولا تخف حين تبعث في عرصات القيامة، ولا تخف من شيء يأتي بعد. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، شوف تجي من دابا لا خوف عليك، ما الخوف ما تحس به، ولا تحزنوا، هذو اللي مخلي مراك، تركت أبناء صغارا، تركت بنية صغيرة، تركت من يعز عليك فراقهم وتخاف عليهم الضيعة بعدك، لا تحزن عليهم، سيدي ربي غيتولاو. علاش؟ على ودك، لأنك قلت ربنا الله، ممن كنت ممن يقول ربنا الله واستقمت. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا كانت شيء منك أنت كتسمع القرآن كانت تجيك الوعد بالجنة، أبشر أنت غتدخل. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كنا نحفظكم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة لا نترككم حتى تدخلوا الجنة. يا رب نسألك أن تجعلنا من هؤلاء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فأوجبت لهم البشرى في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شيئان أحب أن تذكرتهما الآن. القضية الأولى لتطمئن أنك مستقيم في أمورك كلها، لا تقدم على أمر حتى تسأل عنه العلماء، ما تدير شي حاجة، ماشي تديرها عاد تجي تسول، راه بزاف الناس تكيديروا عاد تجي تسول، مني تسول تلقى داك الشيء اللي دار ما كانش خصو يدار، واش كيدير راه زمان اللور. بزاف ديال المصائب تيجيو عندي الناس، درت كذا، خصك تسول قبل ما دير،
باش الاستقامة. هذه قضية. القضية الثانية، الناس اللي في الزنقة الله يجزيكم بخير، القبلة تبعون الصفوفة اللي كاين في الجامع، ماشي تبعوا الزنقة. فين ما تدور الزنقة انتم تدوروا معها. انا تنشوف دابا شي ناس ضايرين مع الزنقة الله يجزيكم بخير، راه خصكم تستقبلوا القبلة. حنا كنا تنقولها دابا استقامة في الصلاة منهاش انتباهوا إلى شروطها. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة القادر على استقبالها. أي واحد قادر يستقبل القبلة، قادر يستقبلها، ما استقبلهاش صلاته باطلة، ما صحيحاش. وردوا بالكم الله يرضي عليكم، قوموا إلى صلاتكم.